السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 يوليو 2020 او 2/7/2020، الدوري الانجليزي الممتاز الجولة 32، عندنا مباراة بين شيفيلد يونايتد وتوتنهام عدا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، الساعة 8 مساء بتوقيت مكة، القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 2 والمعلق نوفل الباشي. عندنا مباراة بين مانشستر سيتي وليفربول الساعة 9:15 مساء بتوقيت مصر، 10:15 مساء بتوقيت مكة، القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 2 والمعلق حفيظ الدراجي. الدوري الاسباني الدرجة الأولى الجولة 33، ريال سوسيداد هيلعب أمام اسبانيول الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت مكة، طبعا باقي التوقيتات غير مصر ومكة في آخر الفيديو. القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 1 وبي ان سبورتس اتش دي 3، إيبار هيلعب أمام أوساسونا الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت مكة، القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 6. ريال مدريد هيلعب أمام ختافي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11:00 مساء بتوقيت مكة، القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 1 والمعلق محمد بركات، وكذلك القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 3 والمعلق محمد بركات. الدوري الإيطالي الدرجة الأولى الجولة 29، أتلانتا هيلعب أمام نابولي الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت مكة، القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 4 والمعلق علي محمد علي. روما هيلعب أمام أودينيزي الساعة 9:45 دقيقة مساء بتوقيت مصر، 10:45 دقيقة مساء بتوقيت السعودية أو مكة، القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 4 والمعلق جواد بدر. الدوري الألماني الدرجة الأولى في شك ان المباراة دي هتقام لان في مواقع تانية مش موجودة، فيردر بريمن هيلعب امام هايدنهايم في تفادي الهبوط، ممكن يكون ده مش تبع الدوري الالماني اللي احنا نعرفه يعني، الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة، القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 5. دور البطولة الانجليزية او تشامبيونشيب البطولة الانجليزية، مباراة بين هال سيتي وميدلسبرا الساعة 6:00 مساء بتوقيت مصر، 7:00 مساء بتوقيت مكة في الاسبوع الاربعين، القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 12 الانجليزية. عندنا بقى مباراة في الدوري الاردني، دي الموقع الوحيد اللي جايب دوري الاردني، مش عارف الموقع التاني مش جايبه ليه، مباراة بين شباب الاردن والصريح في الجولة ال 12 الساعة 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت مكة، وهي بالمناسبة هي برضو 4 مساء بتوقيت الاردن بما انها اردني يعني وكده. والجزيرة هيلعب امام الحسين اربد الساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر، 6:30 مساء من توقيت الأردن وكذلك توقيت مكة، القناة الناقلة الجولة 12 والقناة الناقلة أعتقد التلفزيون الأردني. متابعينا الكرام، قدمنا لكم مواعيد مباريات اليوم الخميس 2/7/2020 توقيت مصر وتوقيت مكة المكرمة، وباقي التوقيتات هتكون في آخر الفيديو، والقنوات الناقلة المعلقة. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفرنسا وألمانيا. بالنسبة لتوقيت العراق وبلاد الشام والبحرين واليمن والسعودية والكويت وقطر، من فضلك أضف ساعة، يعني الساعة 2 هتكون الساعة 3. توقيت الإمارات وعمان أضف ساعتين، يعني الساعة 2 هتكون الساعة 4. توقيت المغرب والجزائر وتونس وإنجلترا قلل ساعة، توقيت الساعة 2 هتكون الساعة 1. توقيت جرينتش وموريتانيا قلل ساعتين، الساعة 2 هتكون الساعة 12. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.